عقيل العلوي مدير مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بمدينة ايت ملول. هذه السنة كاين الاحتفاء بالسينما الإفريقية عبر دولة كوت ديفوار، وكذلك السنة كتمتاز بعدة ورشات على مستوى التحليل الفيلمي وعلى مستوى الصناعة السينمائية، ثم كذلك دروس سينمائية بفضاء جامعة ابن زهر، وكذلك تكريمات لفنانين على رأسهم عبد الإله عجيل وزوجته الزهرة نجوم، ثم كذلك عندنا كذلك تكريم ديال وجه إعلامي ابن المنطقة متميز اللي هو الحسين والزيك، ثم كذلك المخرج الامازيغي عبد العزيز السايح، ثم كذلك اللي كيميز هذه الدوره هو الحضور الوازن لفنانين على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، ومشاركه 18 دوله و20 فيلم كيتنافس على جوائز هذه الدوره 11 لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بمدينه ايت ملول. المدير المساعد المكلف بالعلاقات العامة والتواصل بمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير، هذه الدورة هي الدورة 11 بالنسبة لمهرجان سوس، وهذه دورة إن شاء الله اللي هي متميزة بمجموعة من الورشات اللي ارتأينا تمديدا ولا ارتأينا استمرارا للتكوين اللي كنديروه عبر السنة. حاولنا أننا نتمنوا هذاك التكوين مجموعة من الورشات اللي هي ورشات يعني التكوينية في فن التصوير سي عبد الله داري، ورشة تكوينية ماستر كلاس بالنسبة للسينما الإفريقية بالنسبة للأستاذ نور الدين الصايل، تجارب سينمائية هدى صدقي، سعدية زكون، سناء العلوي وعمر لطفي يتحدث عن تجاربهم السينمائية، وهناك كذلك برنامج أو لقاء خاص بالموسيقى التصويرية، كما أدست ورشات مجموعة من الورشات اللي هي ورشات في التحليل الفيلمي. هذا فيما يخص التكوين. بالنسبة للمشاركة ديال هذا العام الحمد لله راه وصلنا لأزيد من يعني من 18 دولة مشاركة، وكاين هناك هذا العام الاحتفاء بالسينما الإفريقية ومجموعة من الأفلام اللي هي أفلام إفريقية غادي تعرض إن شاء الله في هذه المسابقة، المسابقة الرسمية. كما أننا هذا العام حاولنا أننا نعطيو الإنتاج المحلي واحد يعني الفرصة على أساس أنه يبان، يعني دوك الورشات اللي كنا درنا نجيو افلام، نجيو مجموعه من الافلام اللي هي مقبوله فنيا وعندها قيمه فنيه، وغادي ان شاء الله يشاركوا في هذا المهرجان. السلام عليكم، تنقول لكم بركه وشركم، تدخل عليكم الصحه والعافيه والخير والبركه يا رب، وهذا رمضان يكون عندنا بالخير. اولا انا لي الشرف انني تواجدت في هذا الفيستيفال في دورته ال11، لان اول مره كنحضر، وكيبان ليا من خلال الاصدقاء ان تيقول لك فيستيفال رائع في المستوى، لهذا انك تواجدي ان هنا نكون وسط هاد الاصدقاء وهاد الفنانين الكبار، تنقول لهم يعني مسيره موفقه، ونتمنى انه يطول ويطول اكثر واكثر ويكبر اكثر واكثر. هو كبير عليكم. اول حاجه انا فرحانه بالتواجد ديالي معكم، هذا عرس حنا كنحتفيو به ان شاء الله كاملين، وكيحتفيو به سكان مدينه ايت ملول. دونك انا فايت لي كنت حضرت في الدوره التاسعه، وهذه الدوره 11 هي بالنسبه لي مهمه كضيفه شرف، لان حنا جميعنا غادي نحتفيو بالسينما الافريقيه باذن الله. مساء الخير، تحيه للجمهور ديال هذه القناه والمتتبعين ديالو. احنا جد سعداء اننا نكون في ايت ملول، هذه المدينه المناضله، المدينه الحقيقيه ثقافيا، لانه هذه المدينه ما فيهاش فقط غير السينما، فيها الشعر، فيها القصه، فيها المسرح، فيها مجموعه من الشغالات الفنيه اللي في الحقيقه كنعتبروا انه ايت ملول يعني حتى هي واحد الحصن حصين ديال الثقافه المغربيه، وبالاخص انها كاينه جذور امازيغيه حقيقيه اللي كتمتح من جميع التراث الامازيغي، واللي كنحيي من هنايا جميع الناس اللي كيشتغلوا على المتن الامازيغي في هذه البلاد، وتحيه لهم. اهلا وسهلا
سهلنا بكم في أي تملل مهرجان تاع الفيلم القصير. احنا سعداء بهذا المهرجان اللي هو عاش هاد المدة كلها وكنبغيوه يبقى معنا. فمرحبا بكم. هاد المهرجان هو تيجي بضيوف لهاد المدينة لتفتقد للسينما. كنتمنوا الضيوف يكونوا معنا واحد المقام طيب ونتفرجوا في افلام ويشوف الجمهور الاكاديري افلام قصيره. وشكرا لكم كاملين. مساء الخير عليكم جميعا. واني سعيد اليوم موجود في مهرجان سوس السينمائي للسنه الثانيه اكون موجود في هذا المهرجان. بصراحه هو واحد من اهم المهرجانات المغربيه اللي انا شاركت بها. قبل عام اخذت احسن فيلم روائي تصويت الجمهور، وهذا انا حسب رايي الجمهور هو اهم شيء، رايه لا يعلى عليه نهائيا. فاني سعيد شنت العام الفات كان عندي فيلم في هذا المهرجان اسمه باك تو فيكتوريا، وان شاء الله هذا السنه عندي فيلم اسمه بيهاند ذا ميرور، ان شاء الله يكون ايضا فيلم مميز بين الافلام اللي مشاركه بالمهرجان. الافتتاح جميل واني دا اقضي اوقات جميله جدا في هذا المهرجان. جعفر مراد مخرج عراقي مقيم في بريطانيا. شكرا جزيلا. مساء الخير. انا صديقكم المخرج السينمائي علي ريسان، عراقي الجنسية مقيم في السويد ما يقارب 20 عام. أعمل في مجال المسرح والسينما كمخرج وممثل أيضا. مشاركتي الأولى في مهرجان سوس الدولي الدورة 11، طبعا سعيد بالمشاركة. هاي المشاركة الرابعة دوليا إلي، بس المشاركة الأولى في المغرب. سبق أن نشارك الفيلم في مهرجان الأردن السينمائي الأول وحاز على الجائزة الثانية، وفي مهرجان قلميم في المغرب مهرجان قلميم السادس الفيلم الوثائقي حاز على الجائزة الكبرى. أيضا شارك في مهرجان مالمو الدولي السادس، وهي المشاركة الرابعة إلى دوليا. الحقيقة هو فقط ترشيح الفيلم إلى مسابقة دولية هو إنجاز بحد ذاته. أنا سعيد أن أكون بين أحضان المغرب الشقيق، بلد المحبة والمعرفة والتعايش السلمي. نتمنى أن تكون الأيام حافلة بمنجز إبداعي يهتم بالألم الإنساني وبالمحبة والسلام. فيلمي يتحدث عن معاناة النازحين العراقيين أثناء دخول داعش وأثناء التصرف اللامسؤول من بعض مسؤولي العراق بعد الاحتلال، لأنه إحنا نعرف أنه الآن العراقي بمخاض أن يكون أو لا يكون. رسالة الفنان لازم تكون وثيقة. أنا كنت حريص أن أكون مع النازحين لمدة أكثر من شهرين، نقلت معاناتهم بتجرد ليكون وثيقة للأجيال القادمة عن من خان العراق ومن خان الروح الإنسانية وروح المواطنة والانتماء. الفيلم هو رسالة محبة للعالم حتى لا يتكرر القبح والظلام ولا تتكرر أساليب مسخ الإنسانية. محبتي لكم، أنا سعيد أن أكون بين هذا الجو الرائع من المحبة. صديقكم المخرج علي ريسان، مخرج فيلم مرثية بزيبس.